هنا جولة عامة عن منازلهم. هيك وصلنا المدينة الوردية. البتراء أو كما لقبت بالمدينة الوردية تتميز بأنها منحوتة بصخور وادي موسى، ومر عليها مراحل وحقبات عصرية طويلة بناها الأنباط، وكانت البتراء هي العاصمة. سكنها في أوجها قرابة 30 ألف نسمة. هذا الممر يسمى بالسيق، والنقش الأشهر يقع داخل منطقة الخزنة. طول العمود السفلي 12 متر والعمود العلوي 9 أمتار، وتحتوي على تيجان ونقوشات تم تنفيذها بكل عناية. وزي ما احنا شايفين هم من أقدم الناس اللي استعملوا الطراز الكلاسيكي في بناء الواجهات. هذا متحف البتراء. طبعا في بروشور بوضح كل المسار وكيف تمشي انت، بتعرف على كل مرحلة ايش المقصود فيها. وهنا برضو بعض المعلومات عن القطعة الحجرية واسمائها، هيك بيعرفك وبعطيك معلومات تقريبا بتتماشى مع المعلومات اللي شفناها قبل شوي. المرحلة الثانية شفنا صار في اشي اسمه معرض رقم 2، هسه راح نفوته نتفرج. وكما نرى هنا بعض القطع الحجرية والحضارة والتاريخ التي مر بها. وهنا شاشة تظهر المزيد من المعلومات حول الحروب والجيوش. هنا جولة مع الفخار نتميز في الأنباط مع بعض الرسومات والنقوشات اللي نتفرج عليها. خلينا نشوف كيف كانوا يتعاملوا بفصل الشتاء، وكيف المعايير لما كانوا يقيموا المكان المسكن الخاص فيهم، ونطلع على بعض التفاصيل. هنا إبداع المعماري مع الإنشائي،